الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وتحية الفخر والاعتزاز لشعبنا الفلسطيني في كل مكان، لأهلنا في غزة الذين ينتفضون في وجه الحصار، والذين ينتفضون من أجل فلسطين، والذين ينتفضون من أجل القدس ومن أجل العودة. تحية لشباب فلسطين وشاباتها، تحية للرجال الكبار وللصغار، تحية لفصائل الشعب الفلسطيني ولمقاومته الباسلة، تحية للآلاف المؤلفة التي تزحف نحو هذه الحدود وتعسكر في خيام مخيم العودة، تحية لأولئك الأبطال الذين أبدعوا في صور المواجهة الشعبية امتداداً للانتفاضات الجماهيرية التي انطلقت في هذه الأرض المباركة من أجل الحرية والعودة إلى كل أرض فلسطين. أبناء شعبنا الفلسطيني، يا أحرار العالم، في مثل هذه اللحظات كان مارتن لوثر كينغ يوارى التراب. بعد اغتياله في 4 أبريل كرمز من رموز الحرية الذي قاد ثورة السود الذين كانوا يعاملون كالعبيد في أمريكا، الذي قاد هذه الثورة وهو يردد I have a dream، أريد أن أحلم بل أؤمن، وأن يتحقق الحلم. واستطاع أن يقود هذه الثورة، واستطاع أن يضرب ثقافة التمييز العنصري، وتحقق لهم الحلم حتى وصل أحدهم إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، جنبا إلى جنب مع رموز الحرية على مستوى العالم. نعم، غاندي الذي قاد معركة الاستقلال، الذي قاد معركة الاستقلال، كما كل أحرار العالم ورموز العالم، مهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ ونيلسون مانديلا، الذي قاد شعبه ليواجه الأبرتايد والفصل العنصري. وشعبنا اليوم الفلسطيني العظيم الذي يخوض معركته على كل هذه الجبهات، يخوض المعركة من أجل الاستقلال الوطني، ويخوض المعركة من أجل مواجهة الفصل العنصري،
ويقود المعركة من أجل مواجهة التمييز العنصري. شعب فلسطيني عظيم علم الدنيا دروس الحرية ودروس البطولة ودروس السعي نحو الانعتاق من المحتل الصهيوني. إن هذا الشعب لا يقل بل هو في مقدمة الشعوب التي تقاتل من أجل الحرية ومن أجل العودة ومن أجل الكرامة. إن هذا الشعب الفلسطيني العظيم من حقه أن يحلم، بل وسوف يتحقق له هذا الحلم. سنعود إلى فلسطين، وسنعود إلى قرانا، وسنعود إلى قدسنا، وسيرجع أبناء شعبنا من كل مناطق اللجوء والشتات إلى هذه الأرض الطيبة المباركة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ها هي غزة التي حاصروها، التي جوعوها، التي تآمروا عليها، الذين خنقوها من أجل أن تنتفض في وجه المقاومة، ومن أجل أن تنقلب على خيار الثوابت، ومن أجل أن ترفع الراية البيضاء، ومن أجل أن تسير في ركب الرذيلة السياسية. ها هي غزة تخرج من تحت الأنقاض كالعنقاء كطائر الفينيق بشبابها وشاباتها، بكبارها وصغارها، برجالها ونسائها. تخرج غزة لتنتفض في وجه المحاصرين، في وجه المحتلين. تخرج غزة لتكون وفية للشهداء وللمقاومة وللثوابت ولحق العودة. إن غزة اليوم بمسيرة العودة وكسر الحصار، وكل أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم يعلنون اليوم أنهم يمزقون مرحلة سياسية كاملة. إنهم يعلنون اليوم أنهم يبدأون مرحلة سياسية جديدة. إنهم يطوون صفحة الذل والمفاوضات العبثية والتنسيق الأمني. إنهم يطوون مرحلة الرذيلة السياسية، مرحلة الإيدز السياسي والأمني الذي أصيب به وتلوث به بعض أبناء شعبنا الفلسطيني. إن غزة اليوم وهي تلتحم مع كل أبناء شعبنا الفلسطيني تعلن بكل وضوح وبكل جرأة أنها لن تتراجع، وأنها لن تتنازل، وأنها لن تفرط، وأنها لن تعترف بإسرائيل. نعم، هذه غزة اليوم التي دشنت مرحلة جديدة من مراحل النضال والكفاح والمقاومة الشعبية من خلال هذه المسيرة المباركة، من خلال هذه الإبداعات. لقد شاهد العالم أجمع إبداع أطفالنا ونسائنا ونسائنا ورجالنا، كبارنا الذين يحملون العلم الفلسطيني ويتقدمون نحو الأسلاك الزائلة، أطفالنا الذين علموا العالم كيف تكون الرجولة، نساؤنا، شبابنا، عشرات الآلاف من أبناء غزة الذين زحفوا صوب فلسطين وصوب قراهم ومدنهم التي سيدخلونها يوما من الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقول رغم أننا في الجمعة الثانية لمسيرة العودة
وكسر الحصار، إلا أن هذه المسيرة المباركة التي هي مسيرة وطنية بامتياز، مسيرة سلمية شعبية حضارية، حققت أهدافاً في غاية الأهمية، ونحن ما زلنا في بداية الطريق. لقد حققت هذه المسيرة أهدافاً استراتيجية، على رأسها أنها أعادت قضيتنا الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، وأعادت قضية فلسطين بعد أن حاول البعض أن يدفنها بالصفقات المشبوهة، وحاول البعض أن يقزمها ليقول أنها قضية خبز وقضية خيمة وقضية مياه وقضية كهرباء. الذي حاول البعض أن يتاجر بهذه القضية هي اليوم من خلال مسيرة العودة وكسر الحصار تعيد قضيتنا إلى مربعها الأول. قضية فلسطين قضية سياسية، قضية شعب شرد من أرضه وأقيمت على أرضه دولة غير شرعية، إنها قضية شعب يريد أن يتحرر من الاحتلال، ويريد الاستقلال، ويريد أن يعود إلى أرضه ووطنه. اليوم مسيرة العودة وكسر الحصار أعادت قضية فلسطين إلى جدول الأعمال الدولي. مجلس الأمن انعقد خلال أيام مرتين بفعل هذه التأثيرات التي أحدثتموها يا شباب فلسطين ويا شباب غزة، بفعل التأثير الذي فعله هؤلاء الكبار والصغار. نعم، أمريكا زادت من غيها حينما اتخذت الفيتو مرتين، ولكن العار، كل العار لهذه الإدارة الأمريكية، والعار كل العار لمن ينسق معها ويتواطى معها من أجل إزهاق روح قضية فلسطين. اليوم غزة ومسيرة العودة وكسر الحصار تعيد قضية الحصار وتضعه على طاولة المحاصرين، بل وعلى طاولة صناع القرار. إن غزة اليوم حرة، والحرة لا تأكل بثدييها. غزة حرة. هؤلاء الذين خرجوا اليوم وأمس وأول أمس وسيخرجون وسيواصلون، نعم، تضعوا اليوم قضية الحصار على الطاولة، وقضية غزة المعذبة المتآمر عليها يضعونها على الطاولة. نعم أيها الإخوة، إن من الأهداف التي تحققت هو أن هذا الكيان الصهيوني يعيش حالة الارتباك السياسي والأمني والعسكري، لأنه غير قادر على أن يتعامل مع هذه الآلاف المؤلفة المتزايدة يوماً بعد يوم، المتسعة في كل أرض فلسطين، ليس فقط في غزة، وأيضاً في الضفة وفي الأراضي المحتلة 48 وفي اللجوء والشتات. إننا اليوم ندك بقبضات أيدينا، ندك بقبضات أيدينا، ندك أبواب الحرية وأبواب العودة وأبواب النصر وأبواب التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. إن مسيرة العودة وكسر الحصار أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وأعادت قضية غزة كقضية تحرر إلى الواجهة، وأيضاً مسيرة العودة وكسر الحصار سددت ضربة قوية، بل أقول مميتة، لصفقة القرن، لأنها أعادت قضية اللاجئين وحق العودة، أعادته إلى الصدارة، لنقول نحن شعب لا يمكن أن يخضع للصفقات، ونحن شعب لا يمكن أن ينهار أمام الإرادات الظالمة.
إننا اليوم نقول للملايين من أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات وفي كل مكان، لقد اقتربت العودة إن شاء الله، لقد اقتربت العودة إن شاء الله، طالما أن هناك شعب بعد 70 عام يتمسك بحقه وبأرضه وبوطنه التي هو وطن الآباء ووطن الأجداد. نعم أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إننا في هذه اللحظات نظل أوفياء لوحدة شعبنا. هذه الوحدة التي تجلت من خلال مسيرة العودة وكسر الحصار، وحدة الفصائل والقوى والمكونات وكل شرائح الشعب الفلسطيني. إن الذي يريد أن يتخلى عن غزة فإن غزة اليوم تقول أنها لن تتخلى عن الضفة، ولن تتخلى عن القدس، ولن تتخلى عن بقية أرض فلسطين. إن الذي يعيش حياة ملوثة لا يستطيع أن يستوعب أن هناك بشر أنقياء، إن الذي تعود التنازل والتفريط لا يستطيع أن يستوعب منطق التمسك بالحقوق والثوابت، لا يستطيع أن يرى عشرات الآلاف موجهين نحو أرضهم ونحو المحتل البغيض. إنهم خططوا لأن تخرج هذه الآلاف في وجه حماس وفي وجه المقاومة في أرض غزة، ولكن غزة واعية، شباب غزة واعين، نساءها ورجالها وأطفالها وفصائلها، إنها تملك ناصية الوعي وتعرف من يحاصرها ومن يتآمر عليها ومن يعذبها ولمن تصوب سهامها. نعم أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إننا نؤكد اليوم على أننا سنستمر في مسيرة العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها. نقول لكل من يحاول أن يلتف على مطالب مسيرة العودة، إننا اليوم سنستمر في هذه المسيرة يوما بعد يوم وجمعة وراء جمعة حتى تصل إلى الذروة في يوم 15/5، لأنكم أقول لكم يا شعبنا الفلسطيني، لقد أفسدتم في مسيرتكم المباركة ولحمتكم الميدانية، أفسدتم عرسين للإدارة الأمريكية وللصهاينة، أفسدتم عرس تمرير صفقة القرن واعتبار القدس عاصمة لما يسمى بالكيان الصهيوني، وأفسدتم العرس الثاني أنهم كانوا سيحتفلون بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. سنفسد حياتهم حتى نعيش حياة كريمة فوق أرضنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول وأوجه ندائي لكل أبناء شعبنا في غزة وفي الضفة وفي الأراضي المحتلة 48 وفي المنافي والشتات، استمروا لا تتوقفوا، استمروا لا تتوقفوا، امضوا للأمام، فلتستمر مسيرة العودة وكسر الحصار. يا أهلنا في الضفة، يا أهلنا في 48، يا أهلنا في المنافي والشتات، لتضعوا خطط العمل وبرنامج التحرك وخارطة الطريق لكي نصل وإياكم إلى ذروة هذه المسيرة في يوم 15/5، لنؤكد أن فلسطين لنا والأرض لنا والقدس لنا والعودة حق كالشمس لا تغيب بإذن الله سبحانه وتعالى. وأؤكد هنا مع استمرار المسيرة على أنها مسيرة سلمية، أؤكد مرة ومرة على أنها مسيرة سلمية، وأرجو من كل الفصائل ومن كل أبناء شعبنا أن يتفهموا مقتضى هذه المسيرة ومقتضى هذه المرحلة
التي نخوض بها بهذا السلاح الفتاك، سلاح الشعب وسلاح الجماهير، ندك به أبواب المحتل ونفتح به أبواب العودة وكسر الحصار. نعم، إنها في الوقت الذي نطالب فيه ونؤكد على سلمية المسيرة، سلاحنا بيدنا، صواريخنا بأيدينا، أنفاقنا معنا، تطور مقاومتنا ماض إن شاء الله. هذا لا يتناقض مع هذا. إننا اليوم لنا درع وسيف، درع الجماهير وسيف المقاومة. إننا اليوم لنا درع وسيف، درع الجماهير وسيف المقاومة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، يا أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، لقد دشنا مرحلة جديدة، مرحلة سياسية جديدة، وعلى القيادة، كل القيادة، أن تكون على مستوى هذا الحدث. إن القيادة التي لا تعبر عن إرادة شعبها ليست جديرة بالقيادة. إن القيادة التي لا تعبر عن مشاعر شعبها ليست جديرة بالقيادة. إننا اليوم نقول إن جماهيرنا سباقة في ميادين المواجهة وميادين الانتفاضة المباركة. إن القيادة اليوم وقيادة الفصائل ومن بينها قيادة حركة حماس سوف تسير جنبا إلى جنب مع هذه الجماهير، بينها، في خيامها، مع شوارعها، على الحدود معها، تتلقى مع جماهيرنا صفحات بيضاء من صفحات النصر، وتكتب مع هذا الشعب صفحات من صفحات النصر وصفحات العودة. وأقول لكل من يحاول الالتفاف على مطالب المسيرة، لن يقبل شعبنا ذلك. وأي قيادة، وأي قيادة تتمشى مع من يحاول الالتفاف على مطالب هذه المسيرة سترفضه الجماهير، سترفضه الجماهير، سترفضه الجماهير. ونحن لا يمكن إلا أن نكون إلى جانب شعبنا، ولا يمكن إلا أن نكون مع هذه المسيرة وفي مقدمة المسيرة، أرواحنا على كفنا من أجل كرامة هذا الشعب بإذن الله سبحانه وتعالى. ها نحن اليوم نفتتح هذه الصورة لنقف أمام رموز عالمية من رموز الحرية والاستقلال، ونحن أيضا نقول إن شعبنا ولاد، وأمتنا ولادة من أمثال هؤلاء. سنمضي على طريقنا الذي عرفنا وفي وجهتنا التي عرفنا حتى نحقق لشعبنا ما يتطلع إليه بالحرية والعودة والاستقلال. لا تلتفتوا إلى الوراء، امضوا للأمام. لا تلتفتوا لمحاولات التثبيط، لا تلتفتوا للمعارك الجانبية إطلاقا. هناك قرارات اليوم جديدة تجاه قطاع غزة، أقول إن غزة عصية على الكسر، وغزة الموحدة خلف المسيرة عصية على الكسر. نعم، وإن غزة حرة، والحرة لا تأكل بثدييها. إن غزة حرة، والحرة لا تأكل بثدييها. ونعم، سنحطم أسوار الحصار ونزيل كيان الاحتلال ونعود إلى كل أرض فلسطين بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.